نتحدث اليوم عن ملتقى لتقنية المعلومات أرادت من خلاله العتبة العباسية المقدسة أن تعزز مشروعها الريادي في دعم العقل العراقي وترسيخ الثقة به. بحمد الله وببركة مولانا بفضل العباس عليه السلام افتتحنا هذا اليوم ملتقى الكفيل لتكنولوجيا المعلومات، وهو الملتقى الأول من نوعه الذي تقيمه العتبة العباسية المقدسة بمشاركة عدد من أقسام العتبة العباسية المقدسة وجامعتي الكفيل والعميد ومستشفى الكفيل التخصصي. حقيقة اليوم جامعة العميد صرح جامعة العميد فرح جدا وسعيد باحتضان هذا الملتقى، ملتقى الكفيل لتكنولوجيا المعلومات. الحقيقة الهدف من إجراء هكذا إيفنت أو ملتقى علمي تكنولوجي هو الارتقاء بالمستوى العراقي على الصعيد العام وعلى الصعيد الخاص بالمستوى العلمي الخاص في التعليم العالي. هذا الملتقى اللي يضم العديد من التطبيقات المنجزة بواسطة العتبة العباسية مقدسة ومؤسساتها، سواء كانت شعب أو أقسام أو وحدات، واللي تخدم عملها وكذلك تخدم العمل في المؤسسات والدوائر الأخرى، سواء كانت دوائر ومؤسسات حكومية أم أهلية. بدعوة مباركة من العتبة العباسية المقدسة، اليوم حضرنا إلى ملتقى الكفيل لتكنولوجيا المعلومات، وتم الإطلاع على كثير من البرامج والتقنيات اللي تقوم بها العتبة العباسية من خلال مركز الكفيل، ولاحظنا أن هذه التقنيات تدخل في صلب العمل للمؤسسات الدولة، سواء في القطاع الأكاديمي أو القطاع الصحي أو الإداري. الهدف من هذا الملتقى هو لتعريف المجتمع بنتاجات العتبة العباسية المقدسة بالجانب التقني، وهذه الأنظمة المطبقة على أرض الواقع في العديد من المؤسسات والحكومية والأهلية والجامعات والمستشفيات. نتحدث عن تطبيقات وبرامج استطاعت بها العتبة العباسية أن تكون رائدة في هذا الميدان، أن تظهر الوجه النافع والأليق لمدى الإفادة من التكنولوجيا المعاصرة. هذا الملتقى فيه الكثير من البرامج والكثير من التكنولوجيا المفرحة اللي تخدم المجتمع في الكثير من الصعد، اللي هي على المستوى التربوي، على المستوى النفسي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الديني، على المستوى الأكاديمي. احنا فرحين جدا انه مستوى تكنولوجيا المعلومات اللي تقدمه مؤسسات واللي تقدمه شعب واقسام العتبة العباسية المقدسة وصل الى هذا المستوى المفرح. طبعا هذه الابتكارات هي ابتكارات جدا حديثة، تخدم العمل الإداري، بعضها يخدم العمل التعليمي، بعضها يخدم العمل المؤسساتي، من إدارة معلومات، من أرشفة، من منصات تعليمية، من نظم لتعلم القرآن الكريم، شفنا نظم للتحكيم. كل التطبيقات الحديثة دخلت بها، كل التطبيقات دخلت بها تكنولوجيا حديثة في سبيل أنه يؤدي الغرض من عندها. والله ما شاء الله، بالنسبة للابتكارات والبرامج اللي شفناها هنا يعني تثلج القلب، لأنه برامج كلها تخص القرآن، تخص العترة، وفي صميم موضوعنا اللي هو أعمال العتبة العباسية ونشاطاتها. قام هذا الملتقى بحقيقة بنشر وعي ثقافي وعلمي تكنولوجي للارتقاء بمستوى الطالب، إضافة إلى المستوى العلمي الخاص بالكادر التدريسي. تم دعوة الجامعات لطرح نظام إدارة الجامعات المنتج من قبل مركز الكفيل لتقنية المعلومات، كذلك تم دعوة العديد من المستشفيات والعديد من الوزارات للتعريف بهذه المنتجات وإمكانية تطبيقها في الوزارات والجامعات. هي بداية حافز للمؤسسات والدوائر الأخرى في سبيل أنه حذو العتبة العباسية في تطبيق التكنولوجيا الحديثة. اثنين، هو التعريف بما وصلت إليه العتبة العباسية من منجزات بأيادي عراقية. كل المنتجات حالياً بتصميم وإدارة مبدعين عراقيين احتضنتهم العتبة العباسية. التعريف
بالبرامج التي طرحتها أقسام العتبة وأصبحت عراقية وعالمية، فضلاً عن إبراز التجارب الريادية للآخرين ومقارنتها بما صرنا عليه. وإحنا بالنسبة لنا كجامعة كربلاء كان لنا تعاون مع مركز الكفيل في إعداد برنامج تعليمي رقمي لجامعة كربلاء. أول مرة نشرح للأخوة الحضور بالملتقى أهم مميزات تطبيق حقيقة ترومو من الخدمات اللي قدمها للناس، خدمات التطبيق الرئيسية والخدمات الفرعية اللي موجودة به. التطبيق بداية هو تطبيق ديني خدمي. مشاركتنا في المرجع الإلكتروني المعلوماتية هو عرض نتاجات المرجع الإلكتروني باعتباره موقع موسوعي شامل يحتوي على أكثر من 200,000 استلال بحثي علمي بشتى الاختصاصات العلمية والدينية والاجتماعية، مفهرسة على شكل موضوعات، إضافة مدعومة بالبحث المتقدم كالبحث عن العنوان والمؤلف والمؤلف. معهد الكفيل للمعلومات والتكنولوجيا، البرنامج لإدارة المستشفيات المعروف بالـ HIMS Hospital Information Management System، وهو برنامج حساس يدير ملفات المريض منذ دخوله إلى خروجه ومن ثم يصاحبه حتى بعد خروجه إلى البيت، باعتبار أنه المعلومات المتعلقة بكل حركة المريض. وهذا برنامج كان بالسابق أجنبي، برنامج أجنبي، لكن معهد الكفيل استطاع أن يستحدث وينتج برنامج عراقي بامتياز، وهذا البرنامج أكفأ من البرنامج الأجنبي وأرخص، وطبقنا هذا البرنامج قبل سنتين ونجح نجاح باهر. بفضل الله استطاع شعبة الأنظمة والبرمجيات في قسم الحاسب الإلكترونية جامعة العميد تطوير 4 أنظمة تعمل داخل الجامعة تخدم شريحة الطالب وشريحة الأساتذة والموظفين، بالإضافة للأقسام الإدارية للعتبة. مشروع البوابة العراقية للمعرفة هي منصة إلكترونية تسعى إلى حفظ التراث العراقي وتوفير مصادر متنوعة وفق قاعدة لام. هذه القاعدة اللي أطلقت حديثا في أوروبا لمفهومها أنه جمع بين المكتبات والأرشيف والمتاحف. بحمد الله تعالى احنا كمركز كفيل لتقنية معلومات تابع لجامعة الكفيل وبالتالي تابع العتبة العباسية، شاركنا في العديد من الأنظمة المصممة من قبل مبرمجين عراقيين وبأيادي عراقية، منها نظام السراج لإدارة الجامعات، نظام شفاء لإدارة المستشفيات، عندنا منصة السراج التعليمي، هناك العديد من التطبيقات، كذلك نظام الجود للأرشفة الإلكترونية، العديد من التطبيقات شاركنا فيها هذا الملتقى. برنامج تحكيم إلكتروني للمسابقات القرآنية، يعني الطالب مجرد أن ينزل من المنصة مع المسابقة راح تطلع نتيجته على شاشة كبيرة تعرض، وبالنهاية راح يكون الكل راضي على درجاته. ليش؟ لأنه درجات آنية وبها شفافية. هذا الملتقى صراحة أهميته هو إبراز نتائج العتبة من الحلول البرمجية اللي تخدم المجتمع وتخدم الأكاديميين. أيضا عندنا بعض الحلول مثل منصة قنطرة الباحث هي مخصصة للأكاديميين العراقيين وكذلك الأجانب أيضا للتواصل فيما بينهم، بالإضافة إلى أنه تلاقح الأفكار. احنا حاليا ايضا نستقبل مقترحات الامور الايجابيه اللي قد تصلنا، الملاحظات على التصاميم، الملاحظات على البرامج اللي موجوده، هذه كلها تؤخذ بنظر الاعتبار وتساهم في عمليه تطوير البرنامج، تطوير الحلول البرمجيه اللي موجوده حاليا واللي قدمتها اقسام وشعب العتبه العباسي. هذا الحقيقة يدل على نجاح هذه السياسة، نجاح هذه التكنولوجيا اللي تبذل جهد كبير العتبة العباسية المقدسة في تقديمها خدمة للمجتمع والصالح العام. أكرر دعوتي لكل فئات المجتمع للاستفادة من هذه البرامج اللي متأكد أني راح تنعكس على المجتمع بشكل أفضل وإيجابي. وأقمنا ورش تعريفية عن هذه التطبيقات، بحمد الله تعالى في اليوم الأول كانت ورشة حول نظام السراج لإدارة الجامعات، في اليوم الثاني اليوم أقمنا ورشة لمنصة السراج التعليمي، هاي المنصة المعتمدة من قبل وزارة التربية العراقية. ورشتنا اليوم عن الوعي الأمني السبراني، هذه الورشة مخصصة للمستخدمين الكمبيوتر، مستخدمين الجهاز الحاسوب،
تمكن المستخدم من تجنب الوقوع بالخطأ، تجنب الوقوع بمشاكل أثناء تصفحه للإنترنت، ويكون تصفحه آمن إن شاء الله أثناء استخدامه للجهاز الحاسوب أو أثناء استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع الإلكترونية. نقوم بإلقاء هذه الورشة حول مشروع جدا مهم، وهو مشروع الملف الاستنادي، جدا مهم في العراق، مشروع الملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين. وهدف هذا المشروع هو توفير قاعدة بيانات متكاملة للمؤلفين والباحثين، كذلك جمع وتوحيد عناوين مؤلفاتهم وأماكن تواجد هذه المؤلفات في المكتبات العراقية. المشاريع المقامة في هذه الورشة مهمة وجميعها تصب في مصلحة المجتمع ومصلحة المستفيدين والأفراد، سواء الكادر التدريسي، سواء الأكاديميين، سواء طلبة الدراسات، جميعها تخدم فئات المجتمع وجميعها بشكل مجاني. الحضور كان جيدا، شهد حضور بعض الأكاديميين وبعض الأخوة من الوزارات. التنظيم كان رائع والحضور أيضا جيد، وإن شاء الله في الملتقيات القادمة إن شاء الله يكون أفضل وأفضل إن شاء الله. كتنظيم ما شاء الله، كعادة العتبة العباسية معروفة بالتنظيم والترتيب في هذه المعارض. صراحة الملتقى جيد والحضور كان لهم فيدباك يعني ممتاز عن الملتقى وعن الأجنحة اللي موجودة به، عن البرامج والحلول البرمجية اللي تم طرحها. كان حضور طيب وعدد مشاركين لا بأس به، وإن شاء الله هذا مو أول ملتقى وإن شاء الله مستمرين بهذا الموضوع. بارك الله بكم، عاشت إيديكم على هذا التنظيم الرائع والدقيق في كل شيء. احنا مثل ما نعرف هي مو غريبة على العتبات المقدسة، عودتنا العتبات المقدسة أن نراها في كل مكان. فيما يخص تكنولوجيا المعلومات كان لها دور كبير في دعم هاي المنظومة من خلال مجموعة من الشباب الذين يمتلكون مهارات ومنافسة الأسواق العالمية في إعداد تقنيات تكلف الدولة بمبالغ كبيرة، وحاليا هي معروضة بشكل مجاني لمؤسسات الدولة وجامعاتها. فألف شكر لهذه المبادرة، وإن شاء الله يكون القادم أفضل. أردنا نصنع بيئة تنافسية إيمانا منا بأننا لسنا الوحيدين في هذه الساحة، وبأن عراقيين آخرين مبدعين معنا سيعطى لهم الدور، توفر لهم الأرضية كي يكونوا شركاء لنا في هذا الميدان. نحن بحمد الله تعالى ومنه وتوفيقه وببركات المولى أبي الفضل العباس عليه السلام قد وصلنا إلى ختام هذا الملتقى العلمي الذي انعقد تحت عنوان ملتقى الكفيل لتكنولوجيا المعلومات، واستمر لمدة 3 أيام، كانت حافلة بالعطاء، فقد شهد إقامة 18 ورشة تخصصية بالإضافة إلى معرض للمنتجات التقنية.